باس بريك 3-1 بالباس بريك. اي لاف ذيس جيم اتنمنت. نديم سعيد واحد من الافضل عم يكون كبرسنتج عن الارك بعد الخطير بيضرب من المسافه الحلوي بيخترق بوصل لنديم سعيد اللي عنده برسنتج رائع بهالموسم. بعدني عم بحكي عن السعيد هو عدد بالفاست بريك 5-2 الترانزيشن بطيء الديفانس ودوين جاكسون بيضرب من المسافه البعيده ليها لا ترى الستوبلين يلي سقط بفرط التورن اوفر بوقت دوين جاكسون كمان عم يستفيد. كيفن جالوي كيفن عم يمرر العتير ماشو هاي لافتس كيف ما معقول بلا ريفرس واحد بالفعل عم يعمل مستوى كبير ورائع جاد والخطيب بيسجل كمان للمره كيفن جالوي كيفن بمرر لنديم نديم بياخذ التسديد الثلاثي قلت لكم الريباوند عم يكون كمان لصالح فريقهم انتبه لا 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 المسح زاد يا شباب كيفن جالوي عم يمرر اتر ماجوك بيعمل هون يعني مش تمريره كانت لانه اي لاف ذيس جيم اتر ماجوك ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه اتر ماجوك ما عم يقبل اتر ماجوك هذا الخطيب بيعمل اوفنسيف ريباوند بمرر لبرا عند دوين جاكسون اللي بينجح بالمحاوله الثلاثيه وبيفرجينا الرقصه فريق الحكمة اللي بعده ما لقى حاله أبدا من انطلاق البطولة والخطيب كمان عم يسجل نقطة ال 14 الأوفر واحد لهلا ب 13 دقيقة ونص نديم حاوي نديم حاوي بيعمل موف هلا فوت ورك يا حاوي ما معقول الفوت ورك اللي فرجينا إياها كمان دوين كمان دوين بيعمل درايف دوين جاكسون بإيده الشمال بعد الخطيب دائما نديم حاوي حاضر بالبيكيت والخطيب دوين بسدد دوين جاكسون ما عم يتهدى ما عم يتهدى دي جي 22 نقطة لدوين جاكسون سباك تيجون بيعمل ستيل بروح على السلة وبسجل سباك دوين عم يقدر يعمل فرق كبير اليوم بتحركه السريع لاعب كثير سريع وعم ياخذ كمان محاولة ثلاثية وجاكسون عم يضرب من جديد دوين جاكسون بياخذ التسديدة الثلاثية وبسجل نقطة ل 28 فادي الخطيب يعني أنا ما قدرت أشوف المقارنة الإحصائية بوقت فادي الخطيب كمان أو عم يلعبوا دفاع منطقة ونديم سعيد كمان ثالث ثلاثية لنديم سعيد عم فادي على اللو بوست عم يدافع عليه العموري فادي الخطيب كمان عم ينجح فادي الخطيب وين جاكسون حلوه كثير الاسيست وجاكسون عم يسجل نقطه من ديفنسيف ريباوند وجاكسون اي لاف ذيس جيم وين جاكسون كيفن لفادي فادي الخطيب بسدد بسجل الخطيب عن الشيل العموري لراتكو فاردا عم يجرب يلعب على اتير ماجور طلعته من البلوك شوت عمله ماجور كيفن جالوي تمريرة توصل لجاكسون وجاكسون عم يسجل كمان فادي الخطيب فادي فيد اواي وبيرجع كمان الخطيب هو كمان من ديدا هومات من كيفن جالوي عم يمرر لقدام عند دوين جاكسون بيعمل عليه وفاتر ماشوف لا 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 اي لاف ذيس جيم اتر ماشوف دوين جاكسون لعطوا بالريبلاي لعطوا كيف عم يلعبوا وكأن اليوم يعني الاستعراض هو العنوان الشيء اللي اطلقه رئيس لجنه كره السله بريد هومات نجي مانوكيون عم يفرجيه بشكل قوي والخطيب من وين عم يسدد من محل كثير بعيد نقطه 29 من ساحه مزهر فادي الخطيب عم ينجح بالتسجيل بوقت جمهور هومات عم يحتفلوا تمريرة بتوصل لهايك هايك بردها لكيفن جالوي كيفن لحظة ما عم يسدد تسديدة بعيدة كيفن جالوي كمان عم ينجح فادي بياخذ التسديدة والخطيب 31 نقطة لفادي كيفن جالوي 5-1 بالفاست بريك بمرر لمين لهايك يلي عم ينجح بالتسجيل ينجح
ريباوند كمان لصالح نادي عمان من كرم مشرف ببرر للشمعون يلي بيسدد على الارك والشمعون بيضرب من المسافه البعيده بنجاح كمان عم يعمل ستيل كيفن جالو بمر لدوير جاكسون جاكسون بايده الشمال بسجل نقطه 36 4 على 2 بالفاست بريك جاكسون بياخذ محاوله ثلاثيه بسجل دوير جاكسون نقطه 39 بالمباراه جورج ايف بيتعرض للبلوك شوت من اتير ماجوك ريباوند لهايك تمريرة طويلة لدويد جاكسون لا لا يا شباب يا شباب دويد جاكسون جاكسون لا 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 سيئت لقلو بهالمباراة كمان دوين كمان دوين لا 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 دويد جاكسون نص دقيقة بالجيم هون عم تلعب فير بلاي لانه مش ممكن يتعادلوا مع بعض يوصلوا بمحل ينحسب سكور افرج بيناتهم 129 85 هيدي نهايه المباراه